على ما يبدو أن تركيا لم تكتفي بالتدخل في الأراضي السورية والليبية، بل تتجه أنظارها إلى اليمن أيضا، بحسب تقارير أفادت بحشد تركيا لمرتزقة سوريين أيضا للانتقال إلى اليمن لدعم حزب الإصلاح الإخواني هذه المرة، حيث قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان أن هناك معلومات رصدت لقيام القوات التركية بنقل مجموعة من المسلحين السوريين من عفرين شمالي سوريا إلى قطر عبر تركيا في تمهيد لنقلهم من بعدها إلى اليمن. وكان المرصد قد نشر فيديو في منتصف يونيو الماضي بأن عناصر الاستخبارات التركية في عفرين قد شكلوا غرفة عمليات بهدف تنظيم نقل مرتزقة سوريين للمشاركة في حرب اليمن، وذلك للتغلغل في البلاد ومد النفوذ التركي إلى منطقة باب المندب وخليج عدن، حيث تقيم أكبر قاعدة عسكرية لها في الصومال المجاورة. وبينما حاولت أنقرة تضليل طبيعة عمل المكتب، إلا أن موقع أحوال متخصص في الشأن التركي كشف أن الاستخبارات التركية فتحت المكتب لتسجيل أسماء مسلحي الميليشيات الراغبين بالتوجه إلى اليمن. يذكر أنه بحسب المرصد الراتب الشهري المتفق عليه بين المكتب والمتقدمين يبلغ 5000 دولار أمريكي، وهو راتب أعلى بكثير من رواتب المرتزقة السوريين في ليبيا. للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة الخبير في شؤون الجماعات الإرهابية أحمد بان. أهلا بك سيد أحمد عبر شاشة سكاي نيوز عربية. يعني هذه التقارير أفادت باحتمالية تجنيد ميليشيات من عفرين السورية لإرسالهم إلى اليمن على يد الاستخبارات التركية، برأيكم لماذا اليمن وأهمية هذه المنطقة، منطقة باب المندب وخليج عدن، في التوغل التركي والحلم التركي بالتوسع في المنطقة؟ ما يبدو لي أن تركيا ربما تجد النموذج الإيراني نموذجا ملهما في الوفاء بتطلعاتها وطموحاتها الإمبراطورية واستحضار هذا الوهم القديم، وهم الخلافة والسيطرة من جديد على دول العالم العربي والإسلامي على جناح الفوضى. إيران استخدمت الوكلاء المحليين أو مجموعات محلية داخل بعض الدول لتصنع لها أذرع تحقق طموحاتها وتأتمر بتوجهاتها وتؤمن سياساتها وتتحرش من خلالها بالدول التي تمثل عداء تاريخي لها. تركيا بالمقابل ربما وجدت ضالتها في جماعة الإخوان المسلمين أو تنظيم الإخوان المسلمين الذي نشط في العديد من الدول بعدما تلقى ضربة قوية في مصر وفقد الحكم في مصر، وبالتالي كان رهان السلطات التركية أو حكومة العدالة والتنمية أو الخليفة المتوهم الجديد الذي يسعى لبسط نفوذه وهيمنته على منطقة واسعة من العالم العربي والإسلامي عبر استخدام ما يسمى بالفواعل من غير الدول، أقصد المجموعات المسلحة أو التنظيمات المسلحة التي تتشارك معه الأيديولوجية المتطرفة. طب برأيكم يعني هذه التقارير أشارت إلى أجور ميليشيات المرتزقة السوريين الذين يذهبون إلى اليمن، وهي أجور أعلى بكثير من أولئك المرتزقة الذين يتم إرسالهم إلى ليبيا، لماذا برأيكم؟ يعني 5000 دولار هو يعني راتب مرتفع لمرتزقة. هو ضعف ما يتلقى بالفعل المقاتل أو المرتزق حتى أكثر من ضعف الذي ذهب إلى ليبيا. وبالتالي نحن نتحدث عن ممول يجد أن هذا الأمر مهم بالنسبة له، أعني هنا قطر على وجه التحديد، التي يبدو أنها تمول هذه العملية نكاية في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ودول الممانعة أو دول المقاطعة التي قاطعت سلوك قطر العدواني تجاه المنطقة العربية وخروجها على الخط الطبيعي لدول طبيعية في هذه المنطقة وارتمائها في أحضان التركي والإيراني في ذات الوقت، بمعنى أن قطر تستثمر في علاقتها مع تركيا وتستثمر أيضا في علاقتها مع قطر وهي تمول مثل ما الهدف هذه يعني تحديدا في هذه النقطة، ما الهدف من إرسال هؤلاء عبر قطر إلى اليمن؟ يعني سوريا قطر اليمن هو ذات هو
هو ذات الهدف الذي دفع تركيا أن تنشط في الداخل السوري وفي الداخل العراقي في شمال سوريا ووجودها في سوريا، محاولة للتحرش بكل الدول العربية الوطنية وإضعافها وإطلاق حالة من حالات الفوضى تجعلها مع إيران هي الدول الأكبر في المنطقة، وهي الدول التي تؤمن بولاية الفقيه في وجه السني وفي وجه الشيعي. العداء للدولة الوطنية العربية هو الذي يحرك طموحات إيران من جهة وطموحات تركيا من جهة أخرى، كما تنازع السيطرة على قيادة العالم الإسلامي في ظل وجود أقطاب كبرى مثل المملكة العربية السعودية والدولة المصرية، وتركيا تتحرش بالدولتان في الملف الليبي وفي الملف اليمني في محاولة لإضعاف أو استنزاف طاقة هذه الدول وتأمين وجود في هذه المنطقة. وكما ذكرت في تقريركم هناك قاعدة في الصومال لدى تركيا طموح أن تصل خط منتظم من قاعدتها في الصومال إلى سقطري، وبالتالي تستطيع أن تسيطر على هذه المنطقة الحيوية وتفرض منطق رجال العصابات أو البلطجة الدولية التي أصبحت أحد محددات السياسة التركية في عهد حزب العدالة والتنمية وقيادة أردوغان. الخبير في شؤون جماعات الإرهابية أحمد بان، شكرا جزيلا لك.